السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي الكرام. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إزيكم؟ عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة مع فيديو جديد من فيديوهاتنا في وصفاتنا الطبيعية اللي موجودة حوالينا، و إزاي نعالج بعض الأمراض، إزاي لو عندنا أعراض معينة مزعجة نعالجها بإيه، وإيه اللي ناخده إن شاء الله رب العالمين. النهاردة موضوعنا عن أعراض مزعجة بتحدث في اليدين، في إيديك وفي رجليك في القدمين، جراء نقص فيتامين B12. نقص فيتامين B12 أحبابي الكرام، في ناس بيجي لها بعض الأعراض ولكنها ما بتعرفش بالظبط ده تعب في الأعصاب ولا تعب في العظام ولا تعب في إيه بالظبط. فأنت لو لقيت الأعراض اللي بقولك عليها دهيت، لقيت دبابيس أو وغز أو خدر أو أحاسيس غريبة أخرى في اليدين وفي الساقين أو القدمين، اعرف إنك وصلت لمستويات منخفضة بشكل خطير. قد تشمل الأعراض أيضا تعب وخمول، كذلك في أعراض خاصة بالنقص زي اصفرار الجلد والتهاب اللسان. دي الأعراض لو ظهرت تعرف إن أنت عندك نقص في فيتامين B12. نحن عارفين إن فيتامين B12 بيلعب دور مهم جدا في تكوين الجهاز العصبي للإنسان، غيابه يسبب أو يتسبب في إصابة الناس بمشاكل في التوصيل العصبي أو تلف في الأعصاب أو في الجهاز العصبي نفسه، لأن فيتامين B12 بيساعد على إنتاج مادة تسمى الميلين. الميلين دي طبقة واقية بتحمي الأعصاب بتساعدها على نقل الأحاسيس، وقد لا ينتج الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين B12 ما يكفي من الميلين لتغطية أعصابهم، فبذلك بدون هذا الغلاف اللي هو الميلين دهوت يمكن الأعصاب أن تتلف. كمان وجدوا أن مستويات B12 لو منخفضة جدا لا تستطيع الخلايا العصبية أن تعمل بشكل فعال، مما يؤدي إلى أعراض زي التنميل أو الوخز في اليدين أو القدمين. كمان يمكن أن يؤثر تلف الأعصاب الناتج عن نقص كمية الفيتامين أيضا على توازن الفرد وقدرته على المشي. كمان ممكن يكون الإحساس غير مؤلم، يمكن وصفه بالوخز أو التنميل، فده ممكن يكون أحد الأسباب والأعراض اللي بينتج عنها نقص فيتامين B12، ده مهم جدا جدا جدا. واحنا يعني نحاول ان احنا ان شاء الله بعد كده هنعرف ايه الحاجات اللي موجود فيها فيتامين B12 من الاغذية، احنا بنقول الحاجة والمرض وبعد كده هنعالجه ازاي ان شاء الله باذن الله في الفيديو الجاي باذن المولى عز وجل. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.